احتفلت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باليوم العالمي للمعاقين، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، تحت شعار لا إعاقة مع الإرادة. احنا نحاول قدر الإمكان بإذن الله تعالى كهيئة وحكومة وبمساعدة المجتمع المدني أن نقدم أفضل خدمة نقدر نقدمها لأبنائنا، لكن يظل المجال لخطط يعني على المدى البعيد، الخطط التنموية اللي جاية إن شاء الله لازم نقعد ونحددها ونحاول إن شاء الله نطبقها لما فيه مصلحة هذه الفئة. رسالة وجهها أصحاب الإعاقة للمجتمع بأنهم حرموا من بعض النعم الإلهية، إلا أن الإعاقة لا تقف أمام تحقيق طموحاتهم والنجاحات في حياتهم. لا تقف هذه الإعاقة دون إرادته، إذا كانت عنده طموح أن يعمل، وكذلك بينا لهم أو أوجدنا لهم بعض النماذج المشرفة من أبنائنا ذوي العلم اللي حققوا ما لم يحققه الأسوياء. هذا الشخص قد حرم من بعض الأشياء ولكن لديه وعوضه الله في أشياء أفضل من هذا، وقدم والدليل بعض أبطالنا الذين يعني تميزوا في بعض الأماكن سواء في الرياضة أو في الثقافة أو في غيره. استغلال هذه المناسبات السنوية في تسليط الضوء على قضايا المعاقين يؤكد حرص الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالاهتمام بهم وتلمس معاناتهم. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.